اي ما غفلتش طول الليل من كحل بكل من المعسل. قولي له بطاله، بيته اولى بالجرشنات. يا ريته يفهم. قبل ما يحط حاجه في حنكه اغلي له لبان داكر. انا اروح اصح اخوه ياكل له لقمه قبل ما يسافر. لا هو مسافر كده على طول، هيقعد يعمل ايه؟ جدع زين، يا ريت يكون من نصيب اختك سكينه. ليش بعدها معاك يا سكينة؟ مش قلت لك خدي بالك؟ وانت ايه اللي موقفك في سكتي؟ بلاش اشتغل يعني؟ حاضر يا فرج، المرة الجاية هبقى اخد بال، بس يا ريت انت بقى تبقى تاخد بال. ريحي بالك، انت مش داخله مزاجه. وعرفتي ازاي اني مش داخله مزاجه يا بنت؟ مش هقولي. لا هتقولي، وحياة ربنا هتقولي. وهستفيد ايه لما اقولك؟ هغديك على حسابي يا بنت. ده انت باين عليكي مش هحتفي على الجدع قوي. لكن هو زي ما انت شايفه عامل لي فيها اصنك. عارفه ايه السبب؟ قولي يا بنت، قولي ما تلوعينيش. خاطب واحده مش شارع اللي ورانا. خاطب؟ صد ولا كلام من دماغك. ده انا شايفاها بعينيا دول. حلوه يا بنتي نعناها. قمر وفوق كده وكده، ابوها مبسوط وعنده محل بقاله ونص بيت كمان. تتجوز جدع فقير. عاشق يا عينيا عاشق. وليه ما عشقتش واحد من توبها من وقمها؟ القلب وما يريد بقى يا سكسوكي. عيني على الولايه الغلبه اللي زي بختهم قليل وحسرتهم كبيره. بس يا بنت انت وهي. العافيه يا امي. الله يعافيكي يا اختي. هعمل لك كوبايه شاي. خدي سكين. انت يا بنت عايزه ايه؟ مالك؟ مالي؟ ما انا زي الفل اهو. دول فين المخفى ابو العيله؟ راح لجوز اختك في الاسبيتاليا. ليه جرى ايه؟ وقع وهو بيشتغل في الوابور. احسن. عيني عليك يا اختي يا ريا، خدتي راجل صحته عدمانه. وهي كانت تعرف يا معدوله؟ ما هو يا اختي كان باين عليه وما اتجوزته. اهو ده اللي لقيته بقى. هي كانت لقت غيره وقالت لا بلا نيله. وما عرفتيش طلع عنده ايه؟ عاوز اشوفه. حسب الله. صباح يسال على اخوه النهارده. ما تسافر له نوبك ثواب يا اخوي. اسكندريه؟ ربنا يجيب اجره السفر منين؟ ده انا ما احتكمش على قرش ابيض. اني هديل؟ ايوه بس يا ريا اني بقول لك ايه؟ لا بس ولا ما بسش. سافر له نوبك ثواب اللي يموت ما يلحقش يشوف اخوه. ايوه ما انا خايف اسافر له ما يرضاش يرجع معاي. لا ده بيحبوا بعض وما تجوش على بعض الهوا. وحسب الله ده بقى هينام فين؟ في بيت اخوه. امال هينام فين يعني؟ يعني هينسك عليه باب واحد هو وريا؟ مرت اخوه وتحرم عليه. دي تلاقي ريا فرحتها كبيره، والود ودها عيا جوزها هيطول كده لاجل ما اخوه يفضل قاعد جنبه. قصدك ايه يا ام لسان طويل؟ انا يا اختي قلت حاجه؟ بكره نشوف. الحمد لله. ده كلام يا سي حسب الله، الاكل بحال. صدقيني اكتفيت الحمد لله. طب اغسل لك حبه عين. لا انا بدي انام. طب احضر لك الفرش. لا فرشة ايه؟ انا هنام برا. تنام برا؟ يا لهوي تنفي الباب؟ ما انا واخد على كده. انا شغلي في اسكندريه، بنام في الضل لاجل اسمع دبه النمله او اي حرامي يهور من الجنين.
استنى يا اخويا خاف عليك لما تقول. ما تخافيش، هاتي لي انت بس حاجه استغطى بيها. والنبي دلولة تحكمت رأيك، ما كنتش أسيبك تنام هنا أبدا. لا ما يهمكيش، خش انت استريح. صباحي بالخير. أني بوصيك على مرتي وابني حسب الله. ابنك؟ ريح حبل. اطمن يا أخويا، اطمن، هما في عناية، بس أنت بإذن الله هتقوم بالسلام. أني خلاص، هلأ رب كريم. خد بالك من مرتي وابني حسب الله، دول أمانة في رقبتك. بلاش بلاش يتبهدلوا من بعد موتي يا اخويا. تتحلى ازاي النهارده يا ابو العيلة؟ مات، مات يا امه. مات؟ مات. كبدي يا بنتي، يا ترى الايام مخبيه لك ايه انت واللي في بطنك يا ريا يا بنتي؟ يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي، فادخلي في صدق الله العظيم.